واسمك؟ عبد الموت مروان سلام. قديش تاريخ ميلادك؟ 19/1/2000. قديش كم مرة تعرضت للاحتجاز وشو كانت تواريخهم؟ سنتين، واحدة في 6/11، الثانية في شهر 4. هيك شهر 4 هيك الاحتجاز تبعت 2013، شو اللي صار بالضبط؟ طلعت من المدرسة، روحت على المصنع، حطيت شنطتي، كنا طالعين على البلد عشان ابن عمي هو بيشتغل على العربية، وطلعت معاه عشان نفقد العربية، ما كناش نشتغل عليها، واحنا طالعين سكونا الجيش، أخذونا على مقر الشرطة اللي شاط الحرم، وصار يحققوا معانا في الحادثة. وبعدين طلعونا على جعبرة، صار يحكي مع المحقق انت رميت حجار، قلت له لا، واحنا له صار يصيح فيي واجا رفع ايده وضربني كف، صار يحكي انت رميت حجار تجيش تكذب علينا. في هذيك اللحظات انت شو كنت حاسس؟ يعني شعرت بالخوف. دخلت على غرفة التحقيق، كنت لوحدك؟ هو لوحدك، ما كان معك اي مرافق؟ لا، شو كنت حاسس وانت في غرفة التحقيق؟ الخوف. لحظة الاحتجاز الأولى اعتدى عليك الجنود بالضرب، شو صار بالضبط في لحظة ما أخذوك وحطوك بجانب نقطة الكونتينر قبل ما يتم نقلك؟ مسكنا من المدرسة، خبطنا على خنائي، تم عص على رقبتي وجارنا على الجيب، وبعدين أخذونا على المحسوم الثاني، مسكني نفس المسكة وزعتني في الغرفة، خابط من هون نقطة من خنائي، زعتني في الغرفة وضليت واقف، ما رضيش خلينا اوقف، اجت عصا رجلي خلينا على الارض وطلعوا برا. وبعد ساعتين هيك اجا عاود وطلعوني، حطوني تحت الكاميرا، صاروا يحكوا معي، يحققوا معي مع المحقق مع التلفون، بس الكاميرا كانت برضو علي. وانا في الجيب عاود المرة الثانية كانوا حاطين زي مسمار في حديدة اللاسلكي هذا، خاش في كتفي. شو كان شعورك انت وانت بتتعرض لكل هاي الهجمات الجسدية؟ شعرت بالخوف. كانش في شعور بالألم؟ انا اول لما كان يضربني برضو كتفي، قعدت 3 ايام ولا كتفي كان يجعني كتفي. في لحظة عرضك داخل غرف التحقيق امام المحققين كان في محامي حاضر معك؟ انه طلع لنا محقق من جعبرة اللي هو بيحكي لنا انه ابنكم هلا في عوفر، قلنا طب احنا ما بتبلغناش انه هو في عوفر، هلا هو في عوفر هلا وهيو نزل محكمة، فيش نص ساعة اللي هو بيتصل فينا من سجن عوفر اللي بيحكي انا المحامي انتو اهل العبد المعطي ما وقفتوا لش محامي، وانا تم تعييني من قبل المحكمة، قلنا يعني احنا معناش خبر انه ابننا نزل محكمة. اللي صار له بيحكي لنا لا هيو ابنكم بالمحكمة وهيو انحكم وطلع فيه الحكم، صدر فيه الحكم وابنكم من هون إلى يعني موقف توقيف بده يتم هلا إخلاء سبيله، بس إذا انمسك هو محكوم 6 أشهر يعني من هلا. قلنا طب يعني بالنسبة لابنه باعتباره قاصر ما بيطلعش إنه يحكمه، بيطلعش عليهم إنهم ينقلوا له عوفر. كيف كانت الحياة داخل السجن يا عبد المعطي؟ مش منيح، في كل غرفة بيننا زي 10/11 ولاد وشباب. طيب عبد المعطي، انت اليوم بتحط سماعات، هاي السماعات كانت معك لما اعتقلوك؟ لا لا. حاولوا يأذوك الجنود بسبب انه انت مش قادر تسمعهم صح مثلا؟ لا. ايش صار؟ صار يحكي معي، انا ما افهمش عليهم، يعني بيحكوش عربي ويخبطني ويخبطني، أنا ما فهمش يعني هيك، وطالش وضل ساكت، ضل يخبط في بوكسات عبالي أرد عليه، ما فهمش عليه من مرة. هذا في التجربتين، في الاعتقال الأول وفي احتجازك الثاني، الاثنين كان نفس التصرف. طب كان يعني في اليومين اللي أنت عشتهم في عوفر كان في مشاكل عندك أنت بالسمع وبالرأس بسبب الاحتجاز هذا نتيجة لأنه أنت أصلا بحاجة سماعات؟ كل
كنت ما اسمعهمش منيح برضو، ما نفسهم السجن برضو ما كنتش افهم عليهم، وحكيت لهم انه معي ضعف سمع، قلت لهم اني بدي السماعات اذا بدي ضل عندهم، بس ما ردوليش في السجن.